السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن ملامح الريف المصري. الطبيعة البكر. جميع العلماء والمختصون بصحة الإنسان ينصحون بالذهاب إلى الحدائق العامة إذا كنا في المدينة، أو التجول بين الأشجار والطبيعة إذا كنا في الريف. فهذه الطبيعة البكر والشمس الساطعة والهواء النقي، كل ذلك يرفع من قدرة جهاز المناعة ويحمي الإنسان بإذن الله من أي جراثيم أو فيروسات. فهذه الأشجار تعطينا الأكسجين وتأخذ ثاني أكسيد الكربون. بالطبع لها فوائد عديدة، نأخذ منها الأخشاب وبعض الأعشاب الطبية، يعني القرفة من قلف الأشجار، من أشجار القرف، فالأعشاب الطبيعية والأخشاب، ونأخذ منها الأكسجين النقي. وهذه الأشجار تتغذى على ثاني أكسيد الكربون، يعني إحنا نخرج ثاني أكسيد الكربون، الأشجار والنباتات تتنفس وتعطينا الأكسجين. هذه هي الطبيعة البكر، هذه الأشجار والشجيرات، ندعو الله أن يديم هذه النعمة علينا ولا يحرمنا منها أبدا. وهناك مقولة تقول: كل منا يشكو حظه، هذه الدنيا لمن؟ يقول المختصون أن الوجود بين الحدائق العامة أو التريض بين المزروعات يوفر لنا الأيون السالب، والأيون السالب هذا يريح الأعصاب ويقتل الجراثيم. إذا نحن نتنفس هواء نقي، يوجد أيون سالب بعيد عن أدخنة المصانع ودخان السيارات، كل ذلك يقضي على الأيون السالب ويعطي أيون موجب، يعني الأيون الموجب من أدخنة المصانع ودخان السيارات وهكذا. أما هنا في الطبيعة البكر هذه فيوجد ما يسمى الأيون السالب، ما دمنا في وسط الطبيعة فيوجد أيون سالب يروح الأعصاب، يقوي الجهاز العصبي، يرفع جهاز المناعة، طبعا مع الشمس، مع فيتامين د، مع الهواء النقي، مع هذه الطبيعة البكر. نكرر ونؤكد: الطبيعة البكر مع الأكسجين النقي، مع فيتامين د من الشمس، مع الأيون السالب. الأيون السالب نكررها مرة أخرى: تعاملنا مع الكيمياء والمبيدات ودخان المصانع وزحام المدن وأدخنة السيارات يقضي على الأيون السالب ويجعل هناك ما يسمى الأيون الموجب، يسبب الصداع ويسبب التلوث ويقلل نسبة الذكاء. أما الطبيعة الجميلة إذا كانت حدائق عامة في المدن أو الطبيعة هنا في الأرياف، فبإذن الله تعطي كل شيء جميل، تعطي فيتامين د، تقوي جهاز المناعة وما يسمى الأيون السالب. وينصح الجميع بالارتماء في أحضان الطبيعة. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكراً.